الدنيا ولعت في حلب، وقال اول حاجه اتضربت في حلب المستشفى، الحقوا اطفال سوريا، الحقوا الموت في سوريا، الحقوا الناس بتموت، المستشفيات انقذوا سوريا، حلب بتتدمر، يا ربي اوبا قشطه يا خرابي. شفت واحد حاطط له بودره في شعره ووشه وقفاه ابيض نضيف جدا، قال لك قال طالع من تحت الانقاض وبينزل دم ومش متعور ووشه مليان بودره، قلت ايه ده مضروب من حلاق، يكون حلاق ضربه بصاروخ بودره ولا حاجه في ايه. حسبي الله ونعم الوكيل. الدمار هون في كل شارع، المحلات مثل ما انك شايف مدمره، الابني كلها ضعضعت بسبب القصف الهمجي الروسي، وبيطلع في الاخير احد الاعلاميين هو احمد ادم عم يتمسخر او بيصير السخري على موضوع الشهداء واطفال سوريا والدماء الشهداء. يعني نحن بدنا ننزل مستوانا لقذارته وتفاهته، يبعثوا اعتذار من الشعب المصري للشعب الحلبي خصوصي، يا اما بينفوا احمد ادم من مصر تماما، من نقابه فنانين، وهو ما بمثل اي فنان شريف بمصر. اللي احمد ادم اللي هو ما هو مصري ولا اصله عربي اكيد، يعني ممكن بقول عليه فنان، لكن هي كلمه فنان طبعا كبيره عليه، حتى كلمه بني ادم يعني كمان كبيره عليه. نطلب من نقابه الفنانين المصريه إزاحة هذا الفنان الذي لا يعلم شيء من الفن ولا يعلم شيء من الأخلاق. بيتمسخر مثلا علينا أو بيضحك علينا، بس ولكن يعني هو ما ذاق اللي نحن ذقناه، وإن شاء الله رح يجي يوم ويذوقه. لكن من طالب الشعوب العربية تتخذ موقف ضد هيك أنظمة وضد هيك حكومات وضد هيك إعلام.